واو، سكالوب ساندويتش بدون خبز بدون زيت، اهلا وسهلا فيكم يا قاهرين بفيديو جديد موستايل. اليوم بدنا ناكل او بدي اعمل لكم اكله كثير طيبه اللي هي طبقتين سكالوب. نعملها مثل الكريسبي ساندويتش بس بدون خبز مثل كي اف سي، يعني بس اطيب بكثير. لا تقولوا له كي اف سي ولا غيره، راح تعجبكم، راح تخليكم تصيروا تاكلوا دجاج كل يوم. تمام، خليكم معي خطوه بخطوه شوي. يعني هي ما فيها زيوت مثل ما حكينا، شويناها شوي بدون اي نقطه زيت ابدا، كثير راح تعجبكم واي حدا ممكن يساويها يعني وين ما كان، كثير سهله. خليكم معي خطوه بخطوه لنبلش فيها. يلا هي هلا هيك غسلناه، عقمناه، نظفناه. اهم شيء شايفين الصدر كيف كبير، اهم شيء يكون شوي كبير منيح معلش مشان نقدر نعمل شرايح على كيفنا. بدنا ناخذ من الطرف العلوي من هون ونعمل شريحه رقيقه، ما تكون لا سميكه كثير ولا رقيقه، تقريبا مثل هيك سماكتها تكون منيح. ناخذها هيك على طول مشان تستوي معنا بسرعه، مشان تكون شريحه رقيقه زي هيك. وش شايفين كيف رقيقة؟ ربج وهي أول واحدة زي شرايح الاسكالوب، يعني ما بدها كثير قصة. ثانية هلا لازم نبهرهم شوي البهارات، نحط ملح وفلفل بصل بصل بودرة شوية كاري، كمان كاري حلو. هلا بنجيب بيضتين، الحركة الثانية، ونفضيهم بصحن كامل، بنحرك كرمز، بريد كرمز أو بنسميه القصمات أو كعك ناعم. تمام، بنحطهم شوي مشان نخلط فيهم يصيروا مثل السكالوب الكريسبي. نغطى بالبيض، نخليها هيك تغطي منيح. كلكم تعرفوا كيف نعمل اسكالوب، فهي زيها. نخلط هيك، نخليها تتشبع بالبيض بالقسمات، او ممكن كمان كورن فليكس بيمشي الحال عشان تصير مور كريسبي اكثر. هي اول وحده هيك تقريبا هيك منيحه صارت، نحطها على جنب. نجيب الثانية ومنحرك نفس الشيء، نخلي نرجعها على هون وذاتس ات. انا اكثر متاكد انه تغمسوا منيح. شو بنعمل؟ بنرد بنرجعها على البيض مرة ثانية، وش ثاني يعني بنرد نعمل لها لفة ثانية بالقسمات، هيك نتاكد انه شربت منيح. نقطع جنب ونجيب اختها بنعمل نفس الشيء، كمان بنلكها بالبيض. وجه ثاني مع القصمات، شايفين كيف صارت؟ يا الهي، هي بس هيك بدها شوي تطلع شغله. خلصنا، ممكن نكملوا فيهم كمان شيء دجاجه، يعني صدر الثاني اذا بدكم احسن ما تكبون حرام. بنحطهم بالقلايه الهوائيه ورق الزبده. تمام، بنجيب اول وحده بنحطها هون على الطرف، نحط جنب، وهيك بنحطهم بالفرن حوالي شي 20 دقيقة يكون جاهزين. حط 10 دقائق أول شي على الحرارة 180 أفضل عشان ما يحترقوا. أوف يا ويلي شو احترقت، أنا عم سامح. شوفوا كمان سويت هدول لبكرة، يعني كمان فيكم تعملوهم جاهزين، تخلوا عنكم شوي. هلا بدنا نعمل بقى عشان السندويشة، يلا. زبابوش، نجيب المايونيز المايو الخفيف، مايونيز خفيف، ونحط معلقة واحدة، شوية ملح، ونخلط. تم هيك استوى الوش الأولاني، بدنا نقلبه هون هلا مشان يستوي الطرف الثاني. لا تنسوا هي المهم، هاي الحركة كثير مهمة. 10 دقائق على الطرف الثاني. كثير خلص. اوبا، هذا هو اللي بدنا نوصل له. شايفين ليش عملناهم مرتين؟ هلا اهم حركه بدنا نعملها واللي هي بدنا نجيب جبنه تشيدر، معلش قطعه واحده بس، انا بحب هذا النوع من التشيدر على جبنه، على عفوا على التشيكن، مشان نقطعها هيك
مشان هاي تسيخ. هلا نجيب مخلل نشرح هيك شرايح رقيقه. هلا صار دور الخس. نجيب الخس بنحطه هيك. بنجيب الجزر مع المايونيز اللي حطيناه هون قبل شوي. المخلل اذا انتم بتحبوا المخلل مع الدجاج انا كثير بحبه بصراحه. فهيك صارت عندنا الساندويش جاهزه. لسه وقفوا شوي بدنا الخبز نعملها هيك ومنسكر. ووو المفاجأة بدون أي خبز طبقتين السكر فوق بعض مع الدجاج. That's it. يعني أنا كتير فخور بنفسي إني عملت هيك إنجاز واللي هو هاي قطعة الدجاج النحية والفهية والشهية. حتى فيها الجبنة شوفوا الجبنة كيف عم تسيخ من تحت. واو على هالمنظر. نبلش ناكلها بس هلأ ما رح ناكلها هيك. بدنا نعملها شغلة مشان نعرف ناكلها أحسن. هيك بس هيك لفوق ورق الزبدة بتكون تمام. خلينا نبلش ناكلها لانه انا كثير جعت واكيد انتوا عجبتكم هاي الفكره فجربوها وقولوا لي ايش رايكم فيها. تمام بسم الله حاولوا يا شباب. عرضي اختراع رهيب. اوه كبينا شوي ويلي شو طيبه طعمتها بتشق. عادي بنهي الفيديو هون بس اليوم ما راح انهي رح اكمل معكم الساندويش كله انه كان سدوا اني انا باكل هيك اكلات. يعني ما تفكروا انه انا بسمع لكم اياها. لا انا باكل هيك اكلات ودائما بفكر سبحان الله هي من المعاناه. صار لي زمان بالدايت فدائما بخترع طرق جديده وقصص لحتى اني اقدر اتقبل الدجاج او اتقبل اللحمه او التونه او شو ما كان او حتى البيض. فدائما بحاول اني اطلع افكار بس هيك بقعد بصفن شوي لحتى يطلع معي هيك افكار. فانت ان شاء الله تعجبكم هاي الكريسبي. خلينا نسميها شيء تسميه ما بدنا كي اف سي نسميها كريسبي موستايل. طبقتين الكريسبي او طبقتين سكالوف وبعض مثل ما وجدتكم حطيناتها السلطه مع المخلل شويه جبنه وشويه خس تطلع رهيبه. كريسبي ساندويتش بسم الله. حسيتي هذا اطيب فطور انا بعمله هلا برمضان كله مع الجبنه مع السلد والجزر والدجاج. يعني كله رهيب هيك بنسيك طعمة الدجاج انه انت عم تاكل دجاج اصلا. والله ولا في فرق. يعني حتى تبع الكي اف سي كنت اكلها دائما مليانه زيوت ما بتتاكل. دائما بتلعي نفسي منها. والله مو كله دائما طيب ما فيك تاكل كل يوم هيك قصص بس هي صحيه اكثر فيك تاكلها. بتقولوا لي انه احكي بصوت اوضح او افهم. يعني انا هاي لهجتي السوريه هيك نحن بنحكي. ما بعرف اذا غير السوريين او الفلسطينيين بيفهموا علي. جزء المغاربه الجزائريين وهيك ما بتفهموا علينا كثير لانه احنا بنحكي بسرعه او بطريقه معينه. هي لهجات بس رح احاول قد ما فيني اني احكي ببطء مشان تفهموا علي كلياتكم. تمام هيك رح اجيب مايك جديد لانه هذا المايك كثير خربان وجنني الله وكيلكم. بسم الله. كيف كملتها؟ شربوه قولوا شو رايكم فيه. هذا كان كيف لليوم. لا تنسوا لايك واشتراك للقناه بحبكم كثير. اذا بدكم تدريب شخصي انا موجود على الفيس او على الانستغرام وحتى رقم الواتساب موجود على الانستغرام على صفحه الانستغرام تواصلوا معي هنيك. بدكم على ليبيا قهريب اعملوا هاي الكريسبي قولوا شو رايكم فيها مثل ما حكينا. تكير سلام. الحمد لله.